حرب الإبادة مستمرة على مدينة القصير رغم قرارات مجلس الأمن ورغم كل المنظمات الإنسانية تقف عاجزة عن أمر واحد هو إجلاء الجرحى يريدونهم كلهم أن يموتوا. هذا الشهيد كان ممكن إسعافه، لكن عدم وجود المواد والأدوات والنقل والطريق الآمن أدى إلى استشهاده، وجريح آخر ممكن أيضا أن يستشهد. لدينا مئات الجرحى في المنازل كلها مشاريع شهادة. حسبنا الله ونعم الوكيل. العالم كله يقف ويتفرج علينا. البارحة روسيا عرضت قرار فقط لإخلاء الجرحى. ما هذه الدولة المجرمة؟ كيف تحولت بلد حارب النازيين إلى أكثر نازية منهم؟ أكثر من نازية. هذا بوتين أكثر نازية من هتلر. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله جاء علي الدور وتقوم ثورة بروسيا ضد هالطاغية الثاني كمان. في أحد المحلات التجارية في مدينة القصير يقبع هؤلاء المرضى لأنه لا مكان لهم. المشفى الميداني تهتم ونحن في بعض المنازل نجري العمليات الجراحية ثم ننقلهم حيث يوجد أي مكان. محلات تجارية، بيوت قديمة، وهذا هو حالنا. هذا لديه إصابة في الصدر مع خياطة الرئة. هذا بحاجة إلى عمليات أخرى على الرئة ليس بإمكاننا فعلها. حاولنا إجلاءه عدة مرات لكن لا نستطيع. ناشدنا كل المنظمات، الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمجتمع الدولي. المجتمع الدولي البارحة ما قدر ياخذ قرار بسبب روسيا الشريك الفعلي في الجريمة. كل هؤلاء المرضى هم بأسلحة روسية والآن تمنعنا من إخلائهم. روسيا هي التي تمنعنا من إخلائهم.